إن من عمر الليالي، إن من عمر الساعات واللحظات بذكر الله تبارك وتعالى عمرها بمحبة الرحمن، واشتغل بذكر الديان، وأصبح يراقب الله في حركاته وسكناته، كل ذلك شفيع له من تلك الأهوال ونجاة له من ذلك الفزع. لن يخيب عند الله سعيه، ولن يضيع عند الله عمله. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كيف يضيع الله من كفل الأيتام وقام على الأرامل ورعى ضعفة المسلمين؟ كيف يضيع الله من فرج الكربات؟ كيف يضيع الله لعبد فرج الكربات وتنافس في المرضات وتسابق إلى الطاعات؟ كيف يضيع عند الله سعيه؟ أم كيف يضيع عند الله عمله؟ لذلك إخواني، تجارة رابحة مع الله، نعدها للقاء الله.